المعجبين الحقيقيين بالبوبيت ما بيسيبوش لعبهم لوحدها حتى وهم نايمين. والنهار هيكون أكيد لطيف وهادي. المحل الخاص بيل تخفيف التوتر هيكون ناجح قوي. هو ليه فاضي؟ فين كل مخففين التوتر؟ مخففين توتر كتير قوي، مش عارفة أقفل الباب. نانسي، ماما، تعالي ورايا. إحنا وصلنا، ده الزي بتاعك، دلوقتي أنتي بتشتغلي هنا. بس يا ماما! هاي، أنا عايز تيك تاك. أكيد. شكراً. تعالى تاني. هاي، فين التيك تاك؟ مفيش ولا واحد؟ أنا محتاجة تيك تاك. واو، اتفضلي. تيك تاك مخفف للتوتر. هنعمل كاندي كبيرة من الصلصال الخفيف. نغلفها بطبقات بسيطة من ملمع الضوافر قبل ما ينشف. هنعمل ألوان مختلفة ونملع الباب بلاستيك بالكاندي. هنلزق ليبل ملون. آه، حلوة قوي، أنا هشتريها. أنا ممكن أدفع أي حاجة علشانها. أنا هكسب الدور ده مهما حصل. يلا، كيبورد غبي، كله بسببك أنت. خد دي. نانسي حبيبتي، انتي عملتي ايه؟ الكيبورد المسكين، مين فينا يجيب واحد جديد؟ واو، كيبورد مخفف للتوتر. هنقص بابت، نلزقها على كيبورد مكسور مكان الزراير. مريحة قوي، دلوقتي اقدر اكسب الدور. ده مضحك جدا، مش معقول. انتي بتتكلمي عن ايه؟ ووهو شورتس، الفيديوهات بتاعتهم قصيره قوي بس مضحكه جدا. واو، عجباكم ووهو شورتس؟ علشان احنا عجبانا، اشتركوا واضغطوا على اللايك. لطيفه قوي. وقت غسل الاسنان. نانسي، هنلزق ستيكر على انبوبه معجون اسنان. هنقص شريط من البوبيت ونقص الحروف البارزة. هنضيفه في الأنبوبة. يويو، ماما، نانسي، إيه ده؟ دي بوبيت، مكانها مش في الحمام، لازم تكون في العرض. اتفضلي، ارجعي للشغل. أنا زهقت قوي من اليويو دي. وكل مخففين التوتر دول زي بعض. آه، سيمبل ديمبل عملاقة. دي ممكن تكون ممتعة. نقص قاعدة مناسبة من خشب خفيف ونرشه بالدهان. هنلزق قالب سيليكون. ده إحساس لطيف قوي. واو، ممكن أجرب؟ لا، أنا هتفعلك. طيب. هاي، أنا بحب الشغل ده، مش وحش. فين بنتي المميزة؟ عيد ميلاد سعيد حبيبتي. شكراً يا ماما. واو، عجبتك؟ أيوة، أنا بحب غلاف الفقاعات. إيه؟ غلاف الفقاعات؟ والمود بيتحسن على طول. أنا محتاجة مخفف التوتر. أهلاً يا حبيبتي، المكان فاضي هنا. أهلاً يا زباين، انتوا فين؟ فين الفلوس بتاعتي؟
نانسي، كل حاجة انتهت، احنا هنفلس. ماما ما تتوتريش. ما توترش؟ صح. مين عايز يتخلص من التوتر؟ جلسة استرخاء ببلاش. أوه أيوة، بيشتغل زي السحر. مفيش زباين، يبقى اخد اللانش بريك بتاعتي. أوه مساء الخير، بطاطس محمرة لذيذة قوي. لأ طبعاً، بطاطس حبيبتي. عايزين بطاطس محمرة؟ خلي المعركة تبدأ، يلا نشوف مين اللي هيكسب. علشان البطاطس. دلوقتي دي دراما. اتش كيو، كله تمام. اقفي، تفتيش. اوه لا، انت عدي. اوه لطيف قوي، شكرا. اتفضلي ادخلي. اقفي، تفتيش. كله تمام، اتفضلي مساج الراس بتاعك. لطيف. اقف، مساج للراس واهلا بيك. انا بحب شغلي. ايه اللي واخد وقت طويل كده؟ انا في الحياه المفروض اكون في مكان تاني. الطابور لغرفه التغيير واخد المحل كله. خلاص كده، انا لازم اشتكي. الستاره مخففه التوتر دي ادمان. اوه ايوه، انا مش قادره ابطل. نانسي، فين الربح بتاعنا؟ اهو دول بس 2 كوين. ليه قليل كده؟ اتفضلي يا ماما. نغلف اسفنجة خضراء بألوان مطاطة. هنلزق ورقة لاصقة على شكل دولارات. هاتيها. دي حلوة قوي. بطلي كسل، اعملي حاجة مفيدة. مخفف توتر جديد، على الأقل في سبينر فضلة. أنا عندي فكرة، لو وجهت عليها نور هتعمل كرتون لطيف. نفصل السبينر ونسيب المركز. هنقص بلاستيك شفاف على شكل دايرة ونثبت رسوم متحركة مطبوعة. هنضيفها جوه قطعة السبينر. الكرتون عن مغامرات أمونج أس الرائعة جذب عدد كتير من المشاهدين. إيه اللي بيحصل؟ واو، ده مش ببلاش. أيوة، أختار إيه؟ سيمبل تيمبل. أنا ممكن آكل تورتة عيد الميلاد. واو، هنغلف الكيكة الأسفنجية بطبقة من كريمة الزبدة. هنخلط 311 من المارشميلو السايل مع كريمة دافية ونضيف جيلاتين سايل. هنخلط ونقسم لقطع متساوية. نضيف ألوان طعام ونملى القالب. نسيبه لمدة 3 ساعات. نشكل الكيك ونغلفها بالشوكولاتة. هنضيف الموس المتماسك علشان يكون شكلها زي السيمبل ديمبل. دي معركة سيمبل ديمبل. أنا اللي هكسب. أنت بتتمني، أهي الحركة بتاعتي. المنافسة بدأت تكون بجد. المتسابقين جادين جدا، مفيش حد عايز يستسلم. الجولة الأخيرة بتاعتي. لا طبعا، أنا كسبت والجايزة بتاعتي. أنت غشاش، أنا ملكة مخففين التوتر. أهلا يا خادمين، مين ده؟ المحل ده فيه إمكانيات كتيرة،
هو ده اللي أنا محتاجه. أنا عايز أشتري المحل بتاعك. أنا هدفع كاش. ها، مضحك. لا، أهو كاش. واو، خد المفتاح وأنا هاخد الشنطة. باي يا محلي الحبيب. بس مخففين التوتر هيمشوا معايا. عجبكم الفيديو بتاعنا؟ قولوا لنا في التعليقات اللي عجبكم أكتر، كيكة السيمبل ديمبل، بوب الكيبورد، ولا الفلوس مخففة التوتر؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديو جديد مضحك من تروم تروم.